السلام عليكم. نبدأ المحاضرة. طب نكمل كلام على الـ frequency response. طب قبل ما نبدأ الأول، في حد عنده أسئلة في المحاضرة بتاعت المرة اللي فاتت؟ في أي أسئلة في محاضرة المرة اللي فاتت؟ المايك تمام. أي أسئلة في محاضرة المرة اللي فاتت؟ طيب تعال نبدأ نكمل كلام على الـ frequency response. المحاضرة اللي فاتت كنا بدأنا نتكلم على البود بلوتس، مش كده؟ اتكلمنا على البود بلوتس، ازاي ارسم الماجنتيود ريسبونس وازاي ارسم الفيز ريسبونس لاي الكترونيك سيستم، مش كده؟ واتفقنا ان احنا هنتكلم بقى في المحاضرات اللي جايه على ازاي هعرف اوصل للشكل بتاع الايه؟ الاتش اوف اس، صح؟ يعني ازاي بقى جيفن سيركت معينه ازاي هعمل اناليسز واوصل لشكل الترانسفير فانكشن بتاعتي اللي هي بتريبريزنت الايه؟ الماجنتيود والفيز بتاع الفريكونسي ريسبونس بتاع الايه؟ الدايره. خلاص؟ وكتبنا الجنرال فورم، وشفنا ازاي لما اوصل للجنرال فورم اعرف ارسم البود بلوت. بس الجنرال فورم اللي احنا رسمناه كان بالشكل ده، ان انا عندي ترانسفير فانكشن مجموعه من البولز، مش كده؟ وجين او دي سي جين يعني، ومجموعه من الزيروز. طيب بس السؤال بقى، هل انت لما تيجي تانلايز اي سيركت جنرال اناليسيس، مش بقى اللي هو الاناليسز اللي بالتكنيك المبسط اللي احنا عملناه المحاضره اللي فاتت اللي هو بيجيب البولز على طول، لا، لو عملت جنرال اناليسز لاي سيركت، تمام؟ واي سيركت اقصد بيها انهي واحده؟ اقصد بيها بالذات اللي احنا اتكلمنا عليها في المحاضره اللي فاتت اللي هي كان فيها الميلر كاباستور. فاكرين احنا عملنا اناليسز للامبليفاير بالميلر كاباستور ده اللي هو الكومن سورس، ولقينا ان ابروكسيمتلي نقدر نعمل الميلر، نطبق الميلر ثيرم، مش كده؟ وقلنا في بعض الابروكسيميشن في الميلر ثيرم بالذات في حساب الجين، ولقينا ان انا اقدر ابريزنته ايه؟ بتو بولز، ووصلنا للاكسبريشن بتاع الايه؟ اوميجا بي 1 واوميجا بي 2 اللي هم سميناهم هنا اوميجا ان واوميجا اوت، صح؟ طيب لو انت بقى يعني عايز تجرب الاكزاكت اناليسز هترجع تعمله على مين؟ على المساله الاصليه، مش كده؟ فجربوا تعملوا الاناليسز ده فعلا في البيت. طب لو عملت الاناليسز ده مش شرط توصل لنفس الشكل ده، تمام؟ ممكن في احيان كتير تلاقي نفسك وصلت لجنرال سكند اوردر ايكويشن بالمنظر ده، ان هو يبقى الدينومينيتور بتاعك كوفيشنت انا مسميه واحد هنا على اساس الترم اللي فوق هو برضو مين؟ هو الدي سي جين، على اساس لما اعوض از اس تنس تو زيرو يبقى الدي سي جين بتاعي هو مين؟ هو اي نوت برضو. فكانك هتعمل نورماليزيشن هنا او هتاخد كومن فاكتور بره، فيبقى عندك الترم الفري اوف اس يبقى بواحد. بعد كده عندك ترم مضروب في اس سميه بقى اي كوفيشنت اسمه اي نوت، والترم المضروب في اس تربيع طلع لك اي 1. خلاص؟ فانا افترض انت لما تعمل الاناليسيس ده هيطلع لك سيرتن كوفيشنتس اسمها اي نوت واي 1 للدايره اللي فاتت. طبعا الكلام ده لاي سيركت، بس انتوا جربوا تطبقوه على ايه؟ على السيركت اللي كنا لسه بنانلايز المحاضره اللي فاتت اللي فيها الميلر كاباستور. طيب لما توصل بقى للشكل ده ازاي اعرف احوله للشكل بتاع البولز اللي انا متعود عليه اللي هعرف ارسمه، تمام؟ بالبوت بلوت. طيب فعشان نوصل من الشكل ده للشكل ده لازم اعمل ايه؟ لازم اساوي الدينومينيتور ده بالايه؟ بالمنظر اللي على اليمين ده، مش كده؟ طيب فايه الاسامبشن هنا؟ المعادله دي ممكن يبقى ليها حلول عامله ازاي؟ ها؟ مش دي سكند اوردر ايكويشن؟ طيب اي سكند اوردر ايكويشن لما تيجي تلاقي الحل بتاعها، مش ده كاني بجيب الروتس بتاعت الايكويشن؟ ايه البوسيبل سولوشنز للايكويشن؟ ممكن السكند اوردر يبقوا ريال الاثنين، او ايه؟ او ممكن يبقوا ايماجينري، صح؟ معظم الالكترونيك سيركتس بتبقى ديزايند intentionally ان هم يبقوا real poles، تمام؟ طبعا مش كل، يعني هتدرسه بعد كده في filters انت بتبقى عايز البولز تبقى complex في الفلترز، ودي حاجة تانية. بس احنا بنتكلم في الامبليفايرز، دايما في الامبليفايرز انت بتبقى عايز البولز بتاعتك تبقى ايه؟ تبقى الاثنين real،
خلاص. فمعظم السيركتس بتاعتنا اقدر اساوي ده بده على طول assuming ان التو بولز بتوعي الريل، واقدر احل ان انا اساوي كوفيشنتس على طول، اساوي الكوفيشن بتاع اس والكوفيشن بتاع اس هنا والكوفيشن بتاع اس تربيع هنا والكوفيشن بتاع ايه اس تربيع هنا. خلاص. طب هتساوي الكوفيشنتس دول ببعض. في حاجه كمان هنفهمها بقى الترم الجاي ان شاء الله لما ندرس الفيدباك، ان دايما في الالكترونيك سيركتس باي ديزاين بيبقى عندك حاجه اسمها الدوميننت بول. بمعنى ايه؟ بمعنى لو عندك سيستم فيه تو بولز زي السيستم ده، باي ديزاين دايما انت بتختار ان واحد منهم يبقى اقل قوي من الثاني، فيبقى ده هو الدوميننت. ليه الاصغر هو الدوميننت؟ لان انا نوع الريسبونس بتاعي ايه؟ نوع الريسبونس بتاعي لو باس، مش كده؟ نوع الريسبونس بتاعي المفروض يطلع شكل لو باس، يطلع شكل لو باس بالمنظر ده، صح؟ طيب فلو اوميجا بي 1 مثلا هي اللي اصغر قوي من اوميجا بي 2، يبقى مين فيهم اللي هيحدد الباندويث على الامبليفاير بتاعي؟ اوميجا بي 1 ولا اوميجا بي 2؟ اوميجا بي 1. ليه؟ لان انا اول ما هوصل لاوميجا بي 1 خلاص الجيم بدا يقل، فاللي هيليمت الباندويث هو مين؟ هو اول واحد. فلو المسافه بينهم كبيره يبقى كاني بقول لك ان اوميجا بي 2 ده بعيد قوي مش فارق معاك خالص، يبقى الدوميننت هو مين؟ هو دايما البول الاصغر. تمام. في الدوميننت بول ابروكسيميشن معناها ان في بول بيدومينيت على ايه؟ على بول، في بول هو الدوميننت في المساله بتاعتي. طب هتفرق معاك ازاي؟ هتفرق معاك انها هتقدر تسمبليفاي شويه الاناليسز هنا. ليه؟ لان الترم بتاع الاي نود ده لما جيت تساوي كوفيشنتس عندك واحد على اوميجا بي 1 زائد واحد على اوميجا بي 2، فلو اوميجا بي 1 هو الدوميننت يبقى هو اصغر قوي من اوميجا بي 2، يبقى ايه؟ اقدر اهمل واحد على اوميجا بي 2 جنب واحد على ايه؟ على اوميجا بي 1، فيبقى على طول الاي نوت هو مقلوب مين؟ مقلوب الاوميجا بي 1. يبقى انت لو وصلت للشكل ده يبقى لو عملت الدوميننت بول ابروكسيميشن يبقى عرفت الاوميجا بي 1 على طول من مين؟ من الاي نوت، يبقى هي مقلوب الايه؟ اوميجا بي 1. طب بعد كده ارجع اعوض في المعادله الثانيه اللي هي بتاعت مين؟ اللي هي بتاعت الاي 1، صح؟ مش انت خلاص عرفت الاوميجا بي 1 بكام؟ لو جبتها من الخطوه اللي فاتت ارجع بقى اعوض هنا يبقى جبت الايه؟ الاوميجا بي 2. خلاص. يبقى من الشكل ده اعرف على طول احسب التو بولز بتوعي، الدوميننت بول والايه؟ والهاي فريكونسي بول اللي عندي في المساله. جربوا تعملوا الاناليسيس ده في المساله اللي عملناها المحاضره اللي فاتت، هتلاقي نفسك وصلت لنفس الاكسبريشن ده. تمام؟ مين منهم الدوميننت بقى؟ اني بول، اني بول بالظبط؟ البول الاولاني، صح؟ ليه البول الاولاني هو ليه البول الاولاني؟ عشان البول الاولاني هو اللي فيه الايه؟ الميلر مالتيبليكيشن، صح؟ الميلر مالتيبليكيشن ده اتفقنا ان هو الميلر مالتيبليكيشن اتفقنا ان هو هيعمل ايه في الكاباستور سي اف؟ هيكبر لي قوي الكاباستور سي اف، صح؟ فكانه هينقل لي اوميجا ان تبقى ات فيري لو فريكونسي، يبقى كل ما الامبليفاير ده الجيم بتاعه يبقى عالي غصب عنك هتلاقي الاوميجا ان دي هي اللي تبقى ايه؟ صغيره. لكن هنا مفيش ميلر مالتيبليكيشن ناحيه الايه؟ الاوتبوت. ففي الطبيعي في مساله الكومن سورس جيفن يعني ان ار اس طبعا مش بصفر، مش كده؟ لان الار اس بصفر مفيش اصلا ايه؟ ميلر افكت، مش كده؟ ليه؟ لان الكاباسيتور هيتضرب في الريزيستنس بكام؟ بزيرو، فكانه مش موجود، هيروح لانفينيتي، صح؟ لكن جيفن ان عندك فاينايت ار اس يبقى على طول هيظهر لك ان غالبا هيبقى هو ايه؟ ده الدوميننت بول اللي عندك في المساله. تمام؟ طبعا هي فانكشن في الارض وفي الار دي، ما انت لو حطيت الار دي كبيره جدا حسب بقى، مش كده؟ فديبندز على المساله يعني، بس ان جنرال لو يعني لو اتفقنا ان الار دي قيمتها قريبه من الار اس يبقى ده هيبقى مضروب في ايه؟ في جين فاكتور كبير. تمام؟ طيب تعالوا نبدا نتكلم بقى على ايه؟ على الزيروز. احنا اتكلمنا على البولز مش كده المحاضرات اللي فاتت، وشفنا ايه في السيركتس اللي بيظهر البولز، صح؟ وقلنا ان في حاجه اسمها زيروز والفرق بينهم ايه؟ ان البولز بتقلل الفريكونسي او بتقلل الجين بتاع الامبليفاير مع الفريكونسي،
بس اتفقنا ان الزيروز بتزود الجين بتاع الامبليفاير مع الفريكوينسي صح؟ وقلنا هنتكلم بعد كده ايه اللي ممكن في الريل سيركتس يظهر لك الزيروز بتاعتك. فابسط مثال ممكن نشوف تاثير الزيرو هو العكس بقى، احنا كنا عملنا اناليسز لللو باس فلتر اللي هو كان سيريس ريزيستنس وايه؟ وشنت كاباسيتور تو جراوند صح؟ تعالى نعكس المساله، افترض ان انت عندك مساله عندك سيريس كاباسيتور وايه وشنت ريزيستور، شنت يعني واصله من النود قلنا لايه؟ للجراوند خلاص؟ طيب لو جيت تعمل اناليسز للمساله دي خلاص قبل ما نبص على الايكويشنز يعني لو بصيت عليها في التو اكستريمز ات فيري لو فريكونسي هيبقى الكاباسيتور ده ايه؟ ها؟ فيري لو فريكونسي يبقى الكاباسيتور ده اوبن سيركت يبقى الار مش ماشي فيها الكرنت يبقى البي اوت بكام؟ بزيرو اللي هي اول نقطه في الرسمه هنا يبقى الجين هيقول لصفر ات فيري لو فريكونسي تمام؟ طب ات فيري هاي فريكونسي هيبقى الكاباسيتور ايه؟ شورت سيركت يبقى الفي اوت هتساوي الفي ان على طول فيبقى ات فيري هاي فريكونسي الجين بتاع الدايره دي لازم يقول لايه؟ يقول واحد صح؟ فلازم تاخد شكل الهاي باس فلتر عكس اللو باس فلتر اللي اتكلمنا عليه قبل كده ليه؟ لان هو بيباس الهاي فريكونسي مش كده؟ وبيريجكت اللو فريكونسي عكس التاني التاني كان واخد الشكل ده لو باس فريكونسي اللو باس فلتر ليه؟ لان هو بيباس اللو فريكونسي وبيريجكت الايه؟ الهاي فريكونسي فبنسميه لو باس فلتر. طيب لو جيت ابص بقى على اي فريكونسي في النص ان جنرال هعمل ايه؟ برضه نفس الكلام بوتنشال ديفايدر يبقى في اوتبوت على في انبوت هي ار واحد على مجموع التو امبيدنسز ار واحد على ار واحد زائد ايه؟ واحد على اس سي. اضرب بس فوق وتحت في اس سي هيطلع لي ايه؟ المنظر ده. تمام؟ طيب تعالى نفكر بقى في المنظر ده كده ارسمه ازاي؟ لو انا جيت قلت لك ارسم لي البود بلوت بتاع السيركت دي مش احنا المفروض نعرف نرسم البود بلوت خلاص؟ نعرف نرسم الماجنتيود والفيز مش كده؟ طب عندك كام زيرو وكام بول في المساله دي؟ واحد. في بول واحد اهو واضح. طيب فاحنا عارفين البول يبقى عندك بول عند واحد على ايه؟ ار 1 سي 1. طيب وعندك زيروز ولا لا؟ ها؟ ايه تعريف الزيرو؟ هي قيمة الاس اللي تخلي النيوميريتور بكام؟ بصفر. هل في قيمة الاس تخلي النيوميريتور بصفر ولا لا؟ في مش كده؟ عند اس بيساوي كام؟ اس بيساوي صفر. فعندي زيرو بس الزيرو اللوكيشن بتاعه فين؟ عند الدي سي عند اس بيساوي صفر. خلاص يبقى المسألة دي فعلا فيها زيرو بس حظي كده ان الزيرو طلع فين؟ عند الدي سي. طب لو جيت ارسم بقى بود بلوت يبقى هقابل مين الأول؟ هقابل الزيرو ولا البول؟ يعني بالظبط هقابل الزيرو فانا هرسم هنا البوت بلوت اهو بتاع ماجنتيود الاتش فيرسس الاوميجا بس طبعا احنا فاهمين ان ده خلاص بالدي بي وده على ايه؟ على اللوج سكيل. طب فلما اجي ارسم الماجنتيود ريسبونس خلاص انا عارف ان هو اسيمتوتيك اللي هيقول للصفر مش كده؟ فهو الحقيقه الرسمه كلها هتبقى تحت مش فوق مش كده؟ لان هو ما فيش جين اصلا ده زيرو دي بي مش كده؟ ليه؟ لان ات اوميجا تنس تو انفينيتي الجيم بواحد 20 لوج واحد بكام؟ بصفر فانا عارف ان هو عند ما لا نهايه هيبقى ايه؟ هيبقى بزيرو دي بي. طيب بس تعالى ايه نرسم عادي من الشمال لليمين زي ما احنا متعودين فانا لو هقابل الاوميجا زيرو الاول يبقى المفروض تبقى معادله خط مستقيم السلوب بتاعها ايه؟ زائد 20 دي بي بر ايه؟ بر ديكيد صح؟ بدأ منين؟ بدأ من عند اوميجا بتساوي صفر صح؟ طب سؤال بقى فين اوميجا بتساوي صفر على الرسمه دي؟ ها؟ ها ده لينير سكيل ولا لوج سكيل؟ ده لوج سكيل. لو كان لينير سكيل تقول لك هي هنا صح؟ لكن لوج سكيل فين؟ عند ناقص ما لا نهايه صح؟ فما فيش اصلا فهو من بدايه الرسمه من مهما من بدأت هو دايما قاعد ايه؟ قاعد يزيد بسلوب 20 دي بي بير ديكيد صح؟ طب بس انا طبعا يعني خلاص ما يهمنيش بقى عند فيري لو فريكونسي انا يهمني عند فريكونسيز اللي السيجنال عندي فيها دلوقتي مش كده؟ طيب ليه هتروح للناقص ما لا نهايه؟ لان اللوج سكيل انت بتقسم على 10 فعمرك ما توصل لايه؟ للصفر مش كده؟ يعني لو شغال عند مثلا 100 ميجا هرتز يبقى 1 ديكيد قبلها قد ايه؟ 10 ميجا هرتز. طب 1 ديكيد قبلها يبقى كام؟ 1 ميجا هرتز. طب 1 ديكيد قبلها 100 كيلو هرتز
1 ده كده قبلها 10 كيلو وهكذا، عمرك ما توصل للصفر صح؟ ده تعريف اللوج سكيل. فعشان كده بقول لك خلاص انت الرسمه مش لازم ترسمها من البدايه، هي في الاخر من عند فريكونسي معينه انت هتبدا ترسم، هو قاعد يزيد بسلوب 20 دي بي بير داكيت. طب يفضل يزيد لحد ما يوصل لمين؟ ها؟ لحد ما يوصل لمين؟ للبول فريكونسي صح؟ ما هو الزيرو قاعد يزود لحد ما اوصل لمين؟ للبول فريكونسي اللي هي 1 على ار سي. يبقى النقطه دي هي مين؟ هي 1 على ار 1 سي 1. الزيرو بيزود ب 20 دي بي بير داكيت والبول عايز يقلل ب 20 دي بي بير داكيت، يبقى لازم يثبت على ايه؟ السلوب بصفر. طب اشمعنى خليته بقى يقابل عند الاكسس ده؟ لان انا لسه هجمع بقى الايه؟ الدي سي جين، وانا عارف ان الدي سي جين المفروض عند انفينيتي يبقى بكام؟ ها؟ بواحد مش كده؟ اللي هو 0 دي بي يعني. تمام؟ فعشان كده رسمت ايه؟ نقطة الانترسكشن دي عند الايه؟ ال 0 دي بي، لان زي ما اتفقنا طبعا انا برسم هنا ماجنتيود الاتش دي بي. يبقى ده البود بلوت بتاعي للايه؟ للفيري سمبل هاي باس فلتر. تمام، تاني. عند الاوميجا بتساوي 1 على ار سي خلاص، احنا اتفقنا ايه؟ اتفقنا ان ده قاعد يزيد مش كده؟ ده قاعد يزيد، وبعد كده التاني جه ثبته. طب فهو هيفضل بقى ثابت لما لا نهايه، فانا عايز اعرف الليفل بقى اللي هيثبت عليه ده فين. فممكن ارجع للمعادله هنا، از اتس تنس تو انفينيتي الجيم بكام؟ ههمل الواحد يبقى ده هيكنسل ده، يبقى الجيم بواحد. 20 لوج واحد اللي هي بكام؟ اللي هي ب 0 دي بي. عشان كده النقطه دي هي ايه؟ هي الزيرو دي بي. طبعا لو كان عندي جين فاكتور هنا ممكن اقول لك الامبليفاير بيديني جين هنا، يبقى يحصل ايه بالكيرف ده؟ كله هيتشفت لفوق بمقدار الجين اللي هزوده. تمام؟ طيب طبعا في نفس الابروكسيميشن اللي كنا عاملينه في البود بلوت بتاع الايه؟ بتاع البولز. ليه؟ لان هنا انا زي ما انت يعني زي ما انتوا فاكرين احنا بنعمل هنا ايه؟ اكسترابوليشن. الحته دي فيها تقريب برضه، فبرضه الحته دي فيها ايرور شويه مش كده؟ لو جيت تحسبها ارجع عوض عند اوميجا بتساوي 1 على ار سي. من الرسمه هنا المفروض الجين بكام عند 1 على ار سي؟ ها؟ بزيرو، زيرو دي بي يعني اللي هو 1 مش كده؟ ارجع انت بقى عوض في معادله عند اوميجا بتساوي 1 على ار سي يطلع لك بكام؟ 1 على جذر 2 برضه، نفس الايرور اللي كان هناك. مش هنا عند اوميجا بتساوي 1 على ار سي الترم ده بواحد والترم ده بكام؟ ها؟ طبعا انت هتاخد جذر ريال تربيع زائد الايماجينري تربيع، هيبقى جذر 1 زائد ايه؟ 1 اللي هو 1 على جذر 2. فنفس الابروكسيميشن، يعني لو انت عايز ترسم الزيرو ده اكزاكت هتلاقي الرسمه عامله ازاي؟ هتلاقي الرسمه عامله كده. نفس الايرور اللي هو ال 3 دي بي ايرور موجود هنا زي اللي كان موجود في اللو باس فلتر بالظبط، بس ده البوت بلوت ابروكسيميشن مش كده؟ فبرضه يبقى الهاي باس فلتر ده الكت اوف فريكونسي بتاعته هي فين؟ هي الواحد على ار سي صح كده؟ اللي هي البول فريكونسي. بس ايه الفرق بين المره دي والمرات اللي فاتت؟ الكت اوف فريكونسي جاي لي في انهي ناحيه المره دي؟ ها؟ ناحيه اللو فريكونسي مش ناحيه الايه؟ الهاي فريكونسي. يبقى انا السيجنال اوف انترست بتاعتي لو انا عايز اعديها من الفلتر ده المفروض تبقى فين؟ ها؟ في اللو ولا في الهاي؟ في الهاي. يبقى المفروض السيجنال في الحاله بتاعت الهاي باس فلتر لو انا مش عايز اعمل ديستورشن وكات السيجنال لازم السيجنال تبقى اعلى من الكات اوف فريكونسي، على عكس اللو باس فلتر اللي كنا بنتكلم عليه قبل كده كان لازم السيجنال تبقى اقل من الايه؟ من الكات اوف فريكونسي. تمام؟ يبقى بس ده الفرق. يبقى فعلا ممكن يظهر لي زيروز في المساله مش كده؟ وشفنا ان ظهور الزيروز في بعض الاحيان هيؤدي الى ايه؟ اولا هيؤدي ان الماجنتيود ريسبونس يزيد بسلوب 20 دي بي بير داكيد، وده كنا متوقعينه. ثانيا في الحاله دي بما ان الزيرو جه عند انهي فريكونسي، الحاله دي حاله خاصه اللي احنا بنرسمها ايه؟ الزيرو جه عند انهي فريكونسي؟ اس بتساوي صفر صح؟ عمل لي ايه بقى الزيرو اللي عند اس بتساوي صفر؟ عمل لي توتال دي سي بلوكينج. عشان كده بنسمي الكاباستور ده دي سي بلوكينج كاباستور. ليه بيبلوك الدي سي؟ لان الفريكونسيز اللي قريبه من الدي سي اتشالت خالص من الدايره صح؟ ليه؟ لان الاتنيويشن عندها عالي جدا صح؟ الجين عندها قليل جدا. الدي سي نفسه طبعا مش بيعدي لان الكاباستور ماله؟ اوبن سيركت. فلو تفتكروا الكاباستور ده كنا بنسميه زمان دايما ايه؟ ها؟ دي سي بلوكينج كاباستور صح؟ كنا بنحط دايما في الامبليفايرز بتاعتنا عشان ايه؟ عشان اعدي السيجنال وبلوك الدي سي صح؟ عشان افصل الدي سي بتاع الانبوت سورس عن الدي سي بتاع مين؟ عن الامبليفاير اللي السيجنال هتروح له.
فعشان كده كنا بنسميه دي سي بلوكينج كاباسيتور. طيب بس كنت عايزه يعمل ايه في الانبوت بقى سيجنال نفسها اللي هي انت مهتم بيها يعديها، فعشان كده كنا بنسميه ايه؟ اي سي كابلنج كاباسيتور، يعني الكاباسيتور ده بيكابل الاي سي سيجنال. فيبقى الاي سي سيجنال اللي انت مهتم بيها المفروض تبقى فين؟ تبقى هاير ذان الكات اوف فريكوانسي بتاعت الايه؟ الهاي باس فلتر، عشان يحصل انها تشوف جين بواحد او بزيرو دي بي فتعدي وتخش للامبليفاير بتاعك، بينما الدي سي يجت ايه؟ يجت بلوكت. تمام؟ فيبقى على طول كده انا اول ما ابص على المسائل اول ما الاقي سيريس كاباسيتور في سكه السيجنال، مش دي سكه السيجنال، هي داخله من هنا وبعد كده هتروح بقى على الامبليفاير، طالما السيجنال بتعدي في سيريس كاباسيتور يبقى انا على طول من غير تفكير عرفت ان لازم لما اجيب الترانسفير فانكشن هيظهر لي زيرو فين؟ عند الدي سي. طب واعرف ليه ان هو زيرو عند الدي سي؟ فكر كونسبتشولي، لان اول ما السيجنال دي لو تخش في الكاباسيتور اي دي سي كومبوننت هشوف ايه هنا على طول؟ هشوف اوبن سيركت، مفيش حاجه هتعدي خالص. تمام؟ فعشان كده اول ما اشوف مساله الاقي فيها سيريس كاباسيتور في سكه السيجنال ودي السكه الوحيده للسيجنال يبقى لازم هيظهر لي زيرو فين؟ عند الدي سي. مش بس كده، وهيظهر لي ايه كمان؟ وهيظهر لي بول. ليه البول ده ظهر نتيجه مين؟ نتيجه نفس الكاباسيتور ده، صح؟ فيبقى السيريس كاباسيتور غير الشنت كاباسيتور اللي كنا بنتكلم عليه في المحاضرات اللي فاتت. الشنت كاباسيتور اللي كنا بنتكلم عليه في المحاضرات اللي فاتت ظهوره هيؤدي لظهور ايه؟ بول بس، صح؟ لكن السيريس كاباسيتور لو ظهر في المساله دايما هيظهر لي الاثنين، هيظهر لي زيرو عند الدي سي طالما دي السكه الوحيده للسيجنال زي ما قلنا، اند هيظهر لي ايه؟ بول. طب البول ده نتيجه مين؟ نتيجه الكاباسيتور ده، خلاص. طب اعرف احسب البول ده مكانه فين ولا لا؟ بالنظر. ها البول ده مكانه فين؟ هو واحد على ار سي برضو، زي نفس فاكرين الاسوشيشن اوف نودز وذ بولز، نفس الفكره. البول ده هو البول اللي الكاباسيتور شايفه اللي هو الواحد على ار سي تايم كونستنت بتاعه اللي هو ايه؟ واحد على سي 1 مضروبه في الار اللي هو شايفه اللي هي بتساوي كام؟ هو من اليمين شايف ايه؟ او من شمالكم بقى شايف ايه؟ جراوند، ومن اليمين شايف ار 1، يبقى هو شايف ايه؟ واحد، يبقى اهي على طول اهي اعرف اجيبها على طول بالنصب. تمام؟ فدايما هتلاقي في المسائل على طول السيريس كاباسيتور تعرف تحسب الكونتريبيوشن بتاعه. لو هو زي ما قلنا الكاباسيتور السكه الوحيده للسيجنال يبقى دايما هيديك زيرو عند الدي سي، تمام؟ وهيديك بول عند الايه؟ عند الواحد على ار سي. تمام؟ طيب انت الامبليفايرز بتاعتك هتبقى عباره عن ايه بقى؟ الامبليفايرز بتاعتي هتبقى كومبينيشن من الاثنين. بمعنى ايه؟ بمعنى الامبليفايرز بتاعتي ممكن يظهر لي فيها سيريس كاباسيتورز وممكن يظهر لي فيها ايه؟ شنت كاباسيتورز، صح؟ ده الطبيعي. تمام؟ انتوا يمكن السنه اللي فاتت او حتى الجزء يعني نص الاورنيم تيرم كنتوا بتشوفوا شكل الكاباسيتور ده، صح؟ بس عشان نبسط عليك الحل ما كناش لسه خدنا فريكونسي ريسبونس، فكنا بنقول لكم الكاباسيتور ده ايه؟ انفينيت. طب تعال نرجع كده للسلايد اللي فاتت، لو الكاباسيتور ده انفينيت يبقى حصل ايه للبول فريكونسي دي؟ راحت فين؟ نزلت للزيرو. يبقى كانك عملت ايه للكاباسيتور ده؟ كانك عملت له شورت سيركت، فكانك شلته من المساله. فكنا بنبسط عليك الايه؟ الاناليسيس. لكن احنا دلوقتي خلاص بقى فهمنا الفريكونسي ريسبونس، فعايزين نبدا نعمل ايه؟ عايزين نبدا نانلايز المساله بالفاليو الحقيقيه للكاباسيتور ده، ونشوف الكاباسيتور ده فعلا هيكونتريبيوت ازاي للفريكونسي ريسبونس، وهيديني زيروز فين وايه؟ وبولز فين، عشان اعرف اديزاين القيمه المظبوطه بتاعت الكاباسيتور ده. تمام؟ فيبقى الكاباسيتور ده شبه اللي احنا كنا بنشوفه زمان، بس بدل ما كنا زمان بنهمله ونقول والله هو انفينيت هعمله شورت سيركت، لا انا دلوقتي هبدا اشوف تاثيره معايا في الايه؟ في المساله بتاعتي. زائد بقى الكاباسيتورز الجديده اللي احنا بدانا نتكلم عليها اللي هي الايه؟ اللي هي الشنت كاباسيتورز اللي هي بتظهر لك البولز في الفريكونسي ريسبونس في الهاي فريكونسي. تمام؟ طيب فهبدا بقى اتكلم على ايه؟ على جزئين دلوقتي. عايزين نبدا نفهم ايه في الدايره اللي هيأثر على ريسبونس في الفيري هاي فريكونسي، وايه اللي في الدايره هيأثر على الفريكونسي ريسبونس في الفيري لو فريكونسي. خلاص؟ طب بس قبل ما نعمل كده تعالوا نحل المساله كاني ما خدتش حاجه، كاني بحلها سيركتس. ماشي؟ طيب فالمساله دي طبعا هي عباره عن ايه؟ سورس فولور، بس انت زي ما قلنا حاطين دي سي بلوكينج كاباسيتور
او اي سي كابلنج كاباسيتور يدخل السيجنال على الفي جي وببايس الجيت بتاع الترانزستور بثرو ريزستور اللي اسمها ار 1 دي واصله على السبلاي في دي دي والاميتر فولور بتاعي او السورس فولور سوري بتاعي ببايسه بايه كارنت سورس اسمه اي 1 وعندي في المساله الود كاباسيتور تمام. فطبعا السورس فولور انا متوقع ان الجين بتاعه مفروض يطلع قريب من الواحد مش كده على حسب ايه علاقه الاوتبوت الواحد على جي ام بالاوتبوت امبيدنس هنا بس انا هنا مديك كارنت سورس ايديال خلاص وهنفترض في الاناليسيس البسيط دلوقتي في السلايد دي ان انا ههمل الار او فلو اهملت الار او زي ما نشوف في الاناليسيس الجين بتاعه هيطلع بواحد على طول تمام. بس طبعا انهي جين اللي هو الجين لو مفيش سي لود ولا في سي ان خلاص طبعا مفيش سي لود معناها ايه اوبن ولا شورت اوبن سيركت ليه لانها شنت لانها بتوصل النود بالجراوند فلو عايز اشيل تاثيرها يبقى المفروض اعملها اوبن سيركت. طب لو بقول لك مفيش سي ان عايز اشيل تاثيرها يبقى اعملها ايه العكس شورت سيركت يبقى خلي بالكوا عشان هعامل السيريس كاباسيتورز بطريقه مختلفه عن الشنت كاباسيتورز لو انا عايز اشيل تاثيرها واجيب الجين في الحته اللي مفيش ولا واحد فيهم بيأثر تمام. طيب بس الاول نعمل الجنرال اناليسز الاول. طيب في الجنرال اناليسز هاخد الاثنين مع بعض وحل الدايره مره واحده تمام. مش هنعمل كده بعد كده بس عشان نشرح ازاي بقى هنبسط المساله بعد كده. طيب فتعال نمشي خطوه خطوه. الاول هقول لك والله في انا عايز اجيب في اوتبوت على في انبوت فهقسمها خطوتين هقول لك والله في اوتبوت على في انبوت هتساوي في اوتبوت على في جيت مضروبه في في جيت على ايه على في انبوت دي هتكنسل دي بهي هي تمام. طب واجيبها على خطوتين في جيت على في انبوت هي مين مش ده اوبن سيركت من الترانزستور هنا يبقى مفيش اي لودنج من الترانزستور على الهاي باس فلتر ده صح ولا لا وطبعا السبلاي ده هيبقى اي سي جراوند في السمول سيجنال اناليسيس فيبقى السكشن ده هو نفسه الهاي باس سكشن اللي كنا لسه عاملين له اناليسيس فين في السلايد اللي فاتت فيبقى انا اوريدي عارف في جيت على في انبوت هي اس سي ار على 1 زائد اس سي ار دي اللي لسه عاملين لها اناليسيس في السلايد اللي فاتت اللي هي بمجرد بوتنشال ديفايدر بين ار 1 وايه وسي 1 فيبقى كده جبنا اول جزء في الايه في الايكويشن اللي انا عايز احلها اللي هي في جي على في انبوت. طيب ناقص لي بعد كده اجيب مين ها في اوتبوت على في جي. طب يبقى هحل انهي جزء من المساله النص ده خلي بالكوا برضو انا واخدين مثال هنا مفيش انتر اكشن صح يعني برضو كاني بحلها نصين النص ده لوحده ونص ده لوحده ومفيش انتر اكشن بين الايه التو نوتس طبعا بعد كده هناخد الانتر اكشن ده هيعمل ايه. طيب احل الجزء الثاني ده ازاي طبعا الجزء الثاني بقى يبقى لازم انالايز الايه السيركت فهشيل الترانزستور احط السمول سيجنال موديل بتاعه هاوبن سيركت الكرنت سورس انا مفترض هنا ان هو ايديال كرنت سورس عنده انفينيت اوتبوت امبيدنس. طيب فيبقى السمول سيجنال كرنت اللي ماشي هنا هو مين لو انت شلت السمول سيجنال شلت الترانزستور وحطيت السمول سيجنال موديل بتاعه هنهمل برده الار او بس للتبسيط هنا تمام. فيبقى الكرنت الديبندنت كرنت سورس اللي نازل هنا هو ايه جي ام في جي اس. طيب الكرنت ده كله هيمشي في مين في سي ال يبقى هيتضرب في واحد على اس ايه سي ال يبقى يجنريت الفي اوت. فالمعادله سهله الحقيقه يعني انا يعني ايه لقيت حتى ان انا مش محتاج ارسم السمول سيجنال موديل خلاص انا عرفت ان الكرنت ده كله ماشي هنا يبقى في اوت هو جي ام في الفي جي اس حيث الفي جي اس هي مين هي في جي ماينس في اوت مضروب في ايه واحد على اس سي لود. يبقى انا كده من هنا على طول جبت معادله بين في اوتبوت وايه وفي جي. حل بس المعادله دي ودي في اوتبوت الناحيه دي هتلاقي نفسك وصلت ان في اوتبوت على في جي هي 1 على 1 بلس اس سي لود على ايه على جي ام تمام. يبقى كده عرفت اجيب الترم الثاني من المعادله اللي هو في اوتبوت على في جي. طيب انا عايز اجيب في الاخر الاوفرول جين فهروح اعمل ايه هضرب الاثنين في بعض يبقى اضرب الاثنين في بعض هيطلع لي الايه الاكسبريشن ده تمام. طيب تعالوا بقى نفكر في الاكسبريشن ده لو جيت ارسمه شكله هيبقى عامل ازاي. مبدئيا كده الاكسبريشن ده عباره عن جزئين خلاص لما اجي ارسم البوت بلوت بتاعهم الحاجات دي مضروبه في الحاجات دي اجين انا برسم 20 لوج الماجنتيود فيبقى كل ده هيتحول ايه كاني بجمع البوت بلوت بتاع ده على البوت بلوت بتاع ده صح. طب مش انا عارف ان ده انا اوريدي رسمته هنا مش كده. طب والتاني ده سنجل بول اللي هو هياخد الشكل ده مش كده.
طيب انت بقى تخيل كده مين المفروض يجي قبل مين عشان ده يبقى امبليفاير او ده يعني سورس فولوور او بافر يعني منطقي. ها يعني ده هيحدد الكات اوف دي صح، البول الاول، البول الاولاني ده اللي هو 1 على ار 1 سي 1 هيحدد الكات اوف دي. طب والبول الثاني اللي هو جي ام على سي لود اللي هو مقلوب ده هيحدد انهي كات اوف؟ هيحدد الكات اوف ده. طبعا ما عنديش انا اوميجا بي 2 في المساله دي، عندي اوميجا بي 1 بس. فمنطقي كده لازم مين يبقى اصغر؟ ها لازم الواحد على ار 1 سي 1 ده يبقى اصغر. ليه؟ عشان بالمنطق كده انا عايز السورس فولور بتاعي يبقى عامل ازاي؟ هو المفروض يديني جيم بصفر، فبرضه الرسمه كلها هتبقى ايه؟ هتبقى تحت. فالمفروض يبقى ماشي ازاي؟ ماشي كده ويثبت لحد ما يجيله ايه؟ البول، بعد كده يقل. ليه لازم، ليه المنطق ان هو لازم ياخد الشكل ده؟ عشان يبقى فيه بانوث هو شغال فيه صح، يديني الزيرو دي بي جين او الجين بواحد صح. يبقى فين اليوزابل بانوث بتاعي اللي هو بدايه من اللو فريكوانسي بول اللي هو 1 على ار 1 سي 1 اللي هو جالك من السيريس كاباستور، وبين مين؟ الهاي فريكوانسي بول اللي هو جي ام على ايه؟ على سي لود صح. فيبقى المساله دي خلت للسورس فولور او وريتني للسورس فولور عنده اتنين كات اوف فريكوانسيز خلاص. اللو كات اوف فريكوانسي بنسميها اوميجا لو اللي هي خلاص فهمنا انها واحد على ايه؟ واحد على ار 1 سي 1. واهاي كات اوف فريكوانسي بسميها ايه؟ اوميجا هاي اللي هي جايه نتيجه مين؟ نتيجه الشنت كاباستور سي لود. طب يبقى وفين بقى اليوزابل باندويث بتاعي؟ يبقى هو الحته اللي في النص ما بين اوميجا لو واوميجا هاي. الحته دي هي اللي بنسميها ايه؟ الميد باند خلاص. يعني لما اجي اقول لك احسب لي الميد باند جين بتاع الدايره يبقى اقصد ايه؟ ها بالظبط، اقصد الحته اللي في النص اللي ولا الهاي فريكوانسي بول بيأثر فيها ولا اللو فريكوانسي بول وزيرو بيأثروا ايه فيها صح ولا لا؟ اللي هي احسبها ازاي؟ يعني تعال نفكر كده فيها. لو انا اديتك مساله دي وقلت لك احسب لي الميد باند جين ده بتساوي كام، يبقى انت مش عايز الهاي فريكوانسي بول ده يأثر، يبقى اعمل ايه في الكاباستور ده؟ ها هاوبن سيركت الكاباستور صح. طب ومش عايز السيريس كاباستور يأثر بالزيرو والبول بتاعه، يبقى في ايه؟ اشورت سيركت بتاعه. يبقى رجعت المسائل اللي خدناها السنه اللي فاتت صح، واللي خدتوها في اول الترم ده، ان انا احل المساله من غير كاباستورز خالص، يبقى هعرف اجيب مين على طول؟ الميد باند جين. طيب بعد كده شوف بقى في المساله عندي شنت كاباستورز، في الغالب هلاقي الشنت كاباستورز دي دايما هي اللي بتجنريت مين؟ الاوميجا هاي صح، اللي هي جي ام على ايه؟ على السي لود. طب هلاقي عندي في المساله سيريس كاباستورز، يبقى هلاقي على طول الريسبونس طالع لي من قيمه قليله قوي الدي سي، لان هو دي سي بلوكينج كاباستور تمام، بسلوب 20 دي بي بير ديكيد، لان عندي الزيرو عند الدي سي لحد ما يوصل للبول اللي جاي نتيجه السيريس كاباستور اللي هو 1 على ار 1 سي 1 تمام. يبقى وضحت ازاي وصلنا للشكل ده؟ لا اللي اقصده بالميد باند، اقصد الميد باند جين، ميد باند يعني عايز اجيب قيمه الجين في الميد باند. الميد باند اه انت كلامك صح، لو انت بتكلمك احسب لي الباندوث بكام، الباندوث في الحاله دي بكام؟ ما هواش بقى اوميجا هاي زي الشكل بتاع اللو باس بس تمام. الباندوث هو مين هنا؟ هو اوميجا هاي ماينس اوميجا لو خلاص. لا لكن انا كنت بكلمك على الميد باند جين، ده اللي بقول لك احسبه ازاي تمام. كانه باند باس فلتر بالظبط كده. بس هو الحقيقه بقى ايه، انت كلامك صح، بس احنا هنا برضو مش بنديزاين فلترز، احنا بنديزاين امبليفايرز. بمعنى ايه؟ بمعنى ان غالبا في الامبليفايرز هتلاقي ده قليل قوي as much as you can. لو انت بتتعامل مع فيري وايد باند سيجنال هتبقى دايما عايز تعمل ايه في الاوميجا لو؟ تقللها جدا. ودايما هتبقى عايز تعمل ايه في الاوميجا هاي؟ تعليها قوي لحد ما ايه، ما السيجنال كلها ما يحصلهاش اي ايه؟ كاتنج او ديستورشن
تمام. لكن الفلتر مختلف، الفلتر باي ديزاين انت ايه بتصغر المسافه دي، فبتعمل كومبلكس بولز. احنا هنا ما بنعملش كومبلكس بولز، احنا بنعمل ريل بولز زي ما اتفقنا. ودي البول ده عاده في الامبليفايرز بيبقى بعيد قوي عن البول ده، فده اللي هيسهل علينا حل المسائل. ليه بقى؟ لو البول ده بعيد قوي عن البول ده، فانا ممكن احل المساله اجيب ده لوحده وانا شايل تاثير ده من المساله، صح؟ ليه؟ لا اسيومينج ان هم بعاد قوي عن بعض. لكن لو قربوا من بعض هيأثروا على بعض ولا لا؟ ها لو قربوا من بعض بدل ما الرسمه هتبقى عامله كده، واقدر اقول والله الايرور هنا صغير والايرور هنا صغير، اللي هو انا قبلت بيه في الاول اللي هو الثلاثة دي بي، مش كده؟ لو قربوا قوي من بعض الشكل بيبقى عامل ازاي؟ ها يبقى الشكل عامل ايه؟ يبقى الشكل عامل كده. فمش هعرف اجيب الفاليو بطريقه مظبوطه، تمام؟ ليه؟ لان بقى في انتر اكشن بينهم بقى، وده لسه بيزيد نتيجه ده، ده بدا يقل، تمام؟ فحتى ممكن ما تبقاش زي ما انا راسمها، ممكن ما يوصلش لايه؟ لنفس القيمه، ممكن تلاقيه ايه؟ قل، يعني ممكن تلاقي الفاليو ما وصلش للميد باند جين حتى، تمام؟ فالميزه ان احنا لما بنفترض ان هما ما بيأثروش على بعض، ان انا مش كل المسائل لما اجي احل هحل زي ما انا عملت في السلايد دي كل الكاباسيتورز مع بعض، لا مش هعمل كده. ليه؟ لان لو جيت تحل مساله كل الكاباسيتورز مع بعض المساله هتبقى صعبه جدا في الحل، تمام؟ طبعا احنا هنا خدنا مثال سهل، مش كده؟ يعني عرفنا نحل مساله بالتو كاباسيتورز مع بعض، لكن انت بعد كده مش هتحل بكل الكاباسيتورز مع بعض، لا انت هتقول ايه؟ انا عارف ان في نوع معين من الكاباسيتورز هينتج عنه الاوميجا هاي، اللي هو غالبا هيبقى انهي نوع من الكاباسيتورز؟ الشنت كاباسيتورز. طيب فطالما ما فيش انتر اكشن بين الاوميجا هاي والاوميجا لو، فانا هحل مساله مرتين، هحل مساله مره وانا شايل تاثير دول، فهعمل شورت سيركت هنا واجيب في اوتبوت على ايه؟ على في انبوت. لو حليتها كده هيطلع لي انهي ترم؟ ها هيطلع لي الترم ده، صح؟ يبقى انا عرفت احل مساله اسهل شويه وجبت منها مين بس؟ الاوميجا هاي لوحدها. وبعد كده احل مره ثانيه اقول طب انا مهتم دلوقتي بالاوميجا لو، طب الاوميجا دي الاوميجا لو دي فيري لو فريكونسي كومبيرد لمين؟ للاوميجا هاي. فيبقى الكاباستور ده ماله؟ مش مأثر عليا وانا بحل اجيب تاثير السيريز كاباستور، فيبقى هعمل فيه ايه المره دي؟ ها؟ هاوبن سيركت عشان اشيل تاثيره، صح؟ فيبقى لو جيت احل للاوميجا لو هحل للسيريز كاباستور بس، واروح اعمل ايه في الشنت كاباستورز؟ اوبن سيركت الشنت كاباستورز. العكس مع الاوميجا هاي، لو جيت احل للاوميجا هاي هروح امسك الشنت كاباستورز هم اللي هسيبهم في الدايره، واعمل ايه في السيريز كاباستورز؟ اشيل تاثيرهم، يبقى اعمل لهم ايه؟ اعمل لهم شورت سيركت. فكاني هحل المساله مرتين، مش هحلها مره زي ما انا عملت على السبوره هنا، لا انا هحلها مره اجيب الاتش اوف اس دي بتاعت الاوميجا هاي، ومره ثانيه اجيب الاتش اوف اس دي بتاعت الاوميجا لو، ويبقى انا فاهم ان في الاخر التوتال اتش اوف اس هي مين؟ هي حاصل ضرب الاثنين، تمام؟ يبقى انا كده افترضت ان مفيش انتر اكشن بينهم ولا لا؟ لان حليت مساله لكل واحد لوحده. فده يعني ابروكسيميشن احنا دايما بنعمله في الالكترونيك سيركتس. ليه؟ لان زي ما بقول لكم دايما في السيركتس باي ديزاين ده بيبقى بعيد قوي ايه؟ عن ده، تمام؟ طب مش بس كده، ده انا هحل مساله مره ثالثه كمان، ليه بقى؟ عشان اجيب مين؟ عشان اجيب الميد باند جين، بالظبط كده. هحلها مره ثالثه من غير بقى اي كاباسيتورز، هاوبن ده واشورت ده واحسب الايه؟ الميد باند جين، تمام؟ يعني فمش هقعد اعمل اناليسز مره واحده زي ما احنا عملنا ايه في المساله دي. وضحت الطريقه اللي هنحل بيها؟ ما ينفعش ايه؟ ممكن طبعا، بس انا بقول لك احنا مش هنرسم الجراف تو سكيل، انت فاهم قصدي؟ احنا بنرسمه بس از سكتش عشان اوضح لك السلوب هنا بكام، هيفضل ماشي لحد اوميجا بتساوي كام. لكن بعد كده في كورسات في الكنترول السنه الجايه هتاخدوا بقى ازاي ترسموا البوت بلوتس دي على اكشوال جراف بيبر، فاهم قصدي؟ وتجيب بقى قيم عند ديفرنت فريكونسيز وكده، احنا بنرسمها بس از سكتشز عشان نوضح الايه؟ الشكل يعني، تمام؟ طيب اي اسئله في الجزئيه دي لحد دلوقتي؟
طيب يعني السلايد دي كنت بحاول بس اوضح فيها نقطة اللي كنا لسه بنتكلم عليها. هي ايه بقى؟ لو انا جيت احاول احل المسألة دي زي ما اتفقنا مرتين، خلاص مرتين بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هحل الاوميجا هاي ان انا اخد تأثير الايه؟ السي لود، وهعمل ايه في السي اي؟ هشورت سيركت. طيب تعالى بقى، مش هعملها بالدايركت اناليسيس، يعني السلايد اللي فاتت احنا عملناها بالاكزاكت اناليسيس صح؟ انا عايز اعملها بالطريقه المبسطه بتاعتنا اللي هي الاسوشيشن اوف ايه؟ نودز وذ بولز. اقدر اعملها ولا لا؟ البول اللي الكاباستور ده هيجيبه هو فين؟ مش ده كاباستور، يعني انسى بقى دي شورت سيركت اهي. يبقى عندي كام بول كام نود في الدايره؟ ها؟ نود واحده بس اللي هي الفي اوت. ليه؟ لان الانبوت سورس ده قلنا ما بيتحسبش نود، ده ايديال سورس وداخل على الجيت على طول. تمام. طب يبقى النود الواحده دي البول فين؟ واحد على سي لود مضروب في مين؟ في الار اللي هو شايفها. هجيب الار وهو شايفها ازاي؟ هبص من هنا، ده اوبن سيركت. انا شايف ايه من السورس بتاع الترانزستور دي؟ بقت اي سي جراوند، لان الفي انبوت ده هعمل له شورت سيركت، لان هو ايه؟ اتس ان اندبندنت فولتج سورس. طب يبقى الجيت ده جراوندد، لما ابص من السورس اشوف ايه على طول؟ واحد على جي ام، صح؟ اللي هي انا بس رسمها لكم هنا التي موديل اللي كنا اتكلمنا عليه، ان انت بتبص من السورس والجيت جراوندد، يبقى على طول شايف مين؟ واحد على جي ام. طبعا لو الار نوت موجوده هتبقى بارلل مع الار نوت، بس انا اهملت الار نوت في الاناليسز اللي في السلايد اللي فات. طب يبقى ده واحد، يبقى ده شايف واحد على جي ام، يبقى البول فين على طول؟ واحد على ار سي، اللي هي طلعت مين على طول؟ جي ام على سي لود. تمام. يبقى اعرف اجيبها على طول بالايه؟ بالاسوشيشن اوف ايه؟ اوف بولز وذ نودز. طيب اكس، يبقى كده جبت الاوميجا هاي ولا لا؟ يبقى عرفت اجيب الاوميجا هاي بتاع الامبليفاير دي، لان هي الاوميجا هاي هي الايه؟ البول اللي جاي نتيجه الاوتبوت نود سي لود. طيب اجيب ازاي الاوميجا لو؟ زي ما اتفقنا هعكس بقى المساله، هشيل ده، لقيت عندي سيريس كاباستور واحد ودي السكه الوحيده في السيجنال، يبقى عرفت على طول ان هيجيب لي زيرو فين؟ عند الدي سي. طب والبول اللي هيجي نتيجتها فين؟ برضو عند واحد على ايه؟ واحد على ار سي، اللي هي واحد على سي 1 ده جراوند، ويبقى شايف من هنا ايه؟ ار 1. يبقى اللي هي البول الثاني واحد على ار 1 سي 1. تمام. الخطوه بقى الثالثه زي ما قلنا الميد باند جين، هتحلها من غير التو كاباسيتورز هيطلع لك الميد باند جين ده بايه؟ بواحد. يبقى انت شوف ما عملناش اي اناليسز صح، وعرفنا نجيب اوميجا لوب كام واوميجا هاي بكام، وعرفت ان الميد باند جين بواحد. تمام. الميد باند جين بواحد طبعا ازاي؟ من هنا على طول اهي، لان انت الانبوت داخل من الجيت والاوتبوت من السورس، وهنا اوبن سيركت صح، لان ما فيش كارنت سورس، كارنت سورس ايديال، ما فيش ار او، فيبقى الواحد على جي ام دي مش هيمشي فيها كارنت صح كده. يبقى الفي اوتبوت بتساوي ايه؟ بتساوي الفي انبوت. تمام. يبقى دي الميثود اللي احنا هنستعملها بعد كده في حل الايه؟ المسائل. ان انا هقسم المساله لنصين، نص اشوف انهي كاباسيتورز اللي هتديني اللو كات اوف فريكوانسي واحلها لوحدها، وانهي كاباسيتورز اللي هتديني الايه؟ الهاي كات اوف فريكوانسي واحلها لوحدها. تمام. في اي اسئله في الجزئيه دي؟ طيب تعالوا نتكلم بقى على ايه؟ مصادر اخرى للكاباسيتورز في الدوائر بتاعتي. يعني دلوقتي اتكلمنا على الكاباسيتورز اللي بتظهر في الدايره زي السي لود مثلا، مش كده؟ كنا قلنا ممكن الامبليفاير ده يبقى بيدرايف اسيرتن لود، فظهر لي سي لود، مش كده؟ لكن هنشوف بقى مع بعض دلوقتي ان الترانزستور نفسه في الهاي فريكونسي بيبدا يظهر كاباسيتنسز، او هي موجوده برضو في اللو فريكونسي، بس تاثيرها بيبقى مهم فين؟ في الهاي فريكونسي. فعايزين نتكلم على الهاي فريكونسي موديل بتاع الترانزستور، وهنتكلم على تو نيو ميثودز للاناليسيز بنسميهم الاوبن والشورت سيركت ميثودز، بيسهلوا علينا قوي برضو في حل الايه؟ المسائل. طيب تعالوا نبدا نفكر كده في الترانزستور بتاعي. لو رسمنا الكروس سكشن بتاعه
خلينا نتكلم على الموس ترانزستور الاول. لو انا قلت لك ده ان موس ترانزستور فانت عارف ان انا عندي ان بلس ديفيوجن في السورس، ان بلس ديفيوجن للدرين، وبيبقى الترانزستور معمول ان بي سبستريت مش كده، بتبقى بي تايب، فبيبقى بالتالي عندك كونتاكت هنا توصلك على السورس وكونتاكت هنا توصلك على الدرين. خلاص الحته اللي في النص بين الدرين والسورس دي هي الشانل. فوق الشانل بيبقى عندك الايه السيليكون دايوكسيد، وفوقيه بيبقى البولي سيليكون اللي هو بيبقى الجيت تيرمينال بتاع الترانزستور. تمام. طيب احنا ليه عايزين نبص على الكلام ده؟ عشان نبدا نشوف ازاي الطريقه اللي انت بتصنع بيها الترانزستور دي بتؤدي ان في كاباسيتنسز هتظهر لك في الدايره. ليه؟ طب وانا ليه كونسرند بالكاباسيتنسز؟ لان الكاباسيتنسز هتؤدي لايه على طول؟ ها؟ هتؤدي البولز، فهتليمت الفريكونسي ريسبونس بتاع الايه؟ الامبليفايرز بتاعتي. طيب فتعالوا نشوف كده ايه السورسز اوف كاباسيتنسز اللي ممكن تيجي نتيجه الايه؟ الريل فابريكيشن او ريل ديزاين بتاع الترانزستور بالطريقه دي. طيب مبدئيا كده طبعا الترانزستور لما بيترن اون الشانل هي اللي بتكوندكت الكرنت مش كده، وبيبقى عندك ديبليشن ريجن حوالين الشانل والايه والسبستريت، صح؟ بحيث ان ما فيش اي كرنت بيطلع من الدرين للسبستريت ولا من الشانل للسبستريت، صح؟ ولا من السورس للايه للسبستريت. ليه؟ لان دايما السبستريت دي او البادي بتاع الترانزستور بيبقى واصل بايه؟ باقل بوتنشال في الدايره. فلو افترضنا ان اقل بوتنشال هو جراوند اللي هو صفر، فدايما الان بلس اعلى من الايه؟ من البي، فدايما البي ان جنكشن دي مالها؟ ريفرست، فدايما عندك الديبليشن ريجن هنا بتمنع اي كرنت ان هو ينزل من هنا لهنا. خلاص نفس الكلام الشانل دي بيحصل لها انفرجن مش كده؟ فبتبقى ان تايب، برضه البوتنشال بتاعها اعلى منين؟ من البي سبستريت، فعمر ما في كرنت بينزل من هنا وهنا. ونفس الكلام بالنسبه للسورس، لان في معظم الاحيان ممكن لو حتى لو وصلت السورس بالبادي فيبقى البوتنشال ديفرنس بتاعهم بصفر، فبرضه يعني ايه مفيش برضه في بوتنشال بارير ومفيش حاجه هتخرج منين؟ من السورس للبادي. تمام؟ طيب بس اي ريفرس بايس بي انجنكشن ليها كاباسنس ولا لا؟ ها؟ ليها كاباسنس ولا لا؟ بالظبط كده. اي ديبليشن ريجن مش بيبقى فيه تشارجز ستورد فيها؟ صح ولا لا؟ طب يبقى عندك فولت اكروس حاجه وتشارجز متخزنه فيها، مش يبقى ده ايكوفالنت لكاباستور على طول؟ فاي ديبليشن ريجن ريفرس بايست بتبقى ايكوفالنت تو اكاباستور. تمام؟ طبعا الكاباستور ده فانكشن في ريفرس بايس فولتج مش كده؟ بس المهم بقى بالنسبه لنا ان هو فانكشن في ايه كمان؟ ها؟ يعني الكاباستور اللي هو بتاع الديبليشن ريجن ده اللي هو من الان والبي فانكشن في ايه؟ ماشي تشارجز فانكشن في ايه؟ اللي هي الدايمنشنز، صح ولا لا؟ مش اي كاباستور فانكشن في السايز بتاع الديبليشن ريجن اللي انت بتخزن فيه تشارجز دي ولا لا؟ فكل ما هكبر الترانزستور سايز خلاص؟ طبعا البعد ده هو اللينث، البعد اللي جوه السبوره ده الايه؟ الويث بتاع الترانزستور. فكل ما هكبر البعد اللي جوه السبوره ده اللي هو الويث بتاع الترانزستور، السيرفيس اريا بتاعت الديبليشن ريجن دي هيحصل لها ايه؟ هتكبر معايا، يبقى الكاباسيتنس دي هيحصل لها ايه؟ هتزيد. فيبقى دي اول حاجه لازم اخد بالي منها، ان الكاباسيتنس بتاع الديبليشن ريجنز دي فانكشن في الاريا بتاعت الايه؟ الترانزستورز. تمام؟ او في السايز بتاع الترانزستورز. طيب فاول كاباسيتور هبدا اتكلم عليه هو ما بين الدرين للبلك تيرمينال. هيبقى عندي كاباسيتور هنا نتيجه الريفرس بايس بي انجنكشن دي هسميه سي درين تو بلك. الكاباسيتنس ما بين الدرين والبلك، وخلاص فهمنا ان هو بروبورشنال للسايز بتاع ايه؟ الدرين تو بلك جنكشن. تمام؟ طيب ايه تاني كاباسيتنسز عندي؟ نفس الكلام ينطبق على السورس تو بلك. برضه السورس لو مش شورت سيركتد مع البلك، يعني لو افترض ان هو مش شورت سيركتد مع بعض، يبقى برضه عندي كاباسيتنس ما بين السورس للايه؟ للبلك. في بعض المسائل هتلاقي السورس واصل على البلك وبعدها السورس مش واصل عليه على البلك على حسب المساله.
تمام. طبعا لو لو السورس شورت سيركتد على البلك يبقى خلاص الكاباسيتور ده كانه مش موجود. ليه؟ لان انت شردت الناحيتين ببعض فكانه اتشال من المساله. تمام. طيب ايه تاني الانواع الكاباسنسز اللي عندي؟ اهم كاباسيتور بقى في الترانزستور اللي هو مين؟ الكاباسنس ما بين الجيت وما بين الشانل. مش هنا في شانل صح؟ ده كاباسيتور معمول باي ديزاين. ده انت حاطط هنا كوندكتور اللي هو البولي سيليكون بتاع الجيت وفيري ثين دايلكتريك اللي هو السيليكون دايوكسيد. وهنا مش الشانل دي تحولت الى كوندكتور ولا لا؟ الشانل تحولت الى كوندكتور صح؟ فكأنك عندك كوندكتور دايلكتريك كوندكتور، يبقى ده اصبح ايه على طول؟ كأنه كاباسيتور. بارلل بليت كاباسيتور. بروبورشنال للاريا بتاعت الترانزستور ولا لا؟ كل ما هتكبر ال الاريا هتزيد، وكل ما تكبر الويث الاريا هتزيد. تمام؟ طب الكاباسيتور ما بين الجيت والشانل ده نقدر نموديله ان هو ايه؟ نقدر نقسمه نصين. لو الشانل سيمتريك يعني تعالى نقسم ان احنا في الترايود. لو انا في الترايود فما فيش بينش اوف، الشانل عامله كده خلاص، يبقى كاني اقدر اقول الكاباسنس ده نصه شمال ونصه ايه؟ يمين. فهيديني شويه كاباسنس ما بين الجيت سورس وشويه كاباسنس ما بين الايه؟ الجيت ودرين خلاص. طب بس افرض بقى الشانل ما بقى الترانزستور مش سيمتريك، يعني بدا يخش في الساتوريشن، بدا يحصل بينش اوف، تلاقي الكاباسيتور ما بقاش يتقسم بالنص، بقى تلاقي معظمه بقى راح على مين؟ على السورس. تمام. فبتلاقي سي جي اس تبقى اكبر من ايه؟ من السي جي دي. فبقى عندي تو اكسترا كاباسيتورز فانكشن في البايس بوينت. طبعا على حسب بقى الترانزستور في انهي ايه ريجن. عندي سي جيت تو سورس وسي جيت تو درين خلاص. الحقيقه مش بس كمان الشانل ده، في حاجه كمان الناس بتسميها الاوفرلاب كاباسيتنس، اللي هي شايفين الحته الصغيره دي. لما بييجوا يصنعوا ترانزستور بيحصل دايما اوفرلاب بين الجيت والاكتوال سورس اللي هي الحته دي، فبيسميها السي اوفرلاب خلاص. ونفس الكلام في الايه؟ في ناحيه الدرين. الجيت هنا بيجي شويه فوق الديفيوجن بتاعت مين؟ بتاعت الدرين. فبيبقى عندك برضو حاجه اسمها سي اوفرلاب. فبرضو كده كده في حاجه اسمها اوفرلاب كاباسنس ما بين الايه؟ ما بين الجيت والدرين وما بين الجيت والسورس. حته الاوفرلاب يعني احنا اتفقنا ايه؟ انا حسبت الكاباسنس من الجيت للشانل خلاص. بس انا بقول لك بقى مش بس ان الجيت للشانل، شايف الحته الصغيره دي؟ الجيت خرج بره الشانل شويه وبي اوفرلاب فوق الدرين، فبرضه ما الحته دي كوندكتور ودي كوندكتور، فبقى في جزء صغير زياده عن الكاباسيتور بتاع الشانل اللي كنا بنتكلم عليه. تمام. فدايما عندي اوفرلاب كاباسيتنس زائد الجزء اللي جاي من الايه؟ من الكاباسيتنس بتاعت الجيت والشانل. تمام. بس مجموعهم هو ده اللي انا بسميه سي جي دي، وده والناحيه الثانيه مجموعهم ده اللي انا بسميه سي جي اس. انا بس بشرح مجموعهم، يعني اقصد الاوفرلاب اللي على اليمين زائد الجزء اللي جاي من الجيت للشانل، ده اسمه سي جي دي، والناحيه الثانيه سميناها سي جي اس. تمام. طيب يبقى واضحه كده ايه السورسز اوف كاباسيتنسز جوه الترانزستور؟ واضح كده ان ايه؟ زي ما اتفقنا ان الكاباسيتنسز دي هتبقى فانكشن زي ما قلنا في السايز بتاع الترانزستور خلاص، وفي الطريقه طبعا اللي انت عامل بيها لاي اوت او ديزاين للترانزستور عشان تصنعه. تمام. طيب بما ان في بقى كاباسيتنسز، ازاي اخد تاثيرها في الاناليسز بتاعي؟ لازم ارجع اعمل ايه؟ اضيف الكاباسيتنسز دي فين؟ في السمول سيجنال موديل بتاع الترانزستور بتاعي، لان انا مهتم بتاثيرها. طبعا مش هتفرق معايا في الدي سي في حاجه، يعني اضافه المعلومه الجديده اللي خدناها النهارده ان الترانزستور فيه انترنال كاباسيتنسز. تمام. مش هتفرق معايا في الدي سي لان كلها اوبن في الدي سي صح، لكن تفرق معايا فين؟ في الهاي فريكونسي اناليسيس. فيبقى ساعتها السمول سيجنال موديل ده مهم ان انا اضيف فيه الكاباسيتنس دي لو انا مهتم ان انا اديزاين دوائر شغاله فين؟ في الهاي فريكونسيز. ليه؟ لان في اللو فريكونسيز الكاباسيتنسز دي هيحصل لها ايه؟ كلها اوبن فكانها مش موجوده صح؟ لكن انا مهتم بقى بتاثيرها امتى؟ لو انا بديزاين هاي فريكونسي سيركتس. عشان كده بنسمي ده الهاي فريكونسي موديل بتاع الايه؟ الموس ترانزستور. طيب فطبعا هيبقى نفس السمول سيجنال موديل جي ام في جي اس ار نوت. الفرق بس ان انا ضفت فيهم بقى ايه؟ الاربعه كاباسيتورز دول. ضفت من الجيت للسورس سي جي اس، ضفت من وضفت من الجيت للدرين سي جي دي، وبعد كده من الدرين للبلك سي درين بلك، ومن السورس للبلك ايه؟
سي سورس بلك. خلاص يبقى ضفت كل اللي انا عملته بس ان انا خدت نفس الباي موديل بتاع الترانزستور وضفت عليه الاربعه كاباسنسز الجداد اللي اتكلمنا عليهم. طبعا بقيه الترانزستور موديل او البارامترز هي هي بالظبط. تمام؟ طيب واضحه كده ايه الفرق بين اللي كنا بنعمله زمان ودلوقتي؟ الموديل دلوقتي بقى اعقد سنه مش كده؟ ومع ذلك لسه بنسميه ايه؟ سمبليفايد موديل. عشان بس تتخيلوا انتوا لما تشتغلوا بقى في البروجكت بتاعكم في السيميليتور، الموديل اللي السيميليتور بيستعمله اكشولي از ماتش مور كومبلكس عن الموديل ده. فعشان كده الهاند اناليسيس ده احنا بنستعمله ايه؟ از زي ما نقول ايه؟ ان ابروكسيميت سولوشن. تبقى بس ايه بتعمل هاند اناليسيس للدايره، تعرف مفروض ابايس الترانزستور ازاي يجيب لي جين بكام تقريبا. وبعد كده دايما الناس في الريل ديزاين لازم يعتمد على ايه؟ على السيميليشنز، لان المودلز اعقد جدا من كده في الحقيقه. طيب تعالوا نشوف نفس الكلام ينطبق في الباي بولر ولا لا. ماشي، الباي بولر بعمل له ديزاين ازاي؟ انتوا الشكل اللي انتوا متعودين عليه للباي بولر عامل ايه؟ بنرسمه كده، بنقول والله هو ان بي ان، فبنقول هو الشكل بتاعه عامل كده صح؟ بنقول ادي ان بي ان، فانا عندي هنا بيز ايميتر جانكشن وبيز ايه؟ كولكتور جانكشن صح؟ وكنا مثلا بنقول والله ده الايميتر وده البيز وده الايه؟ وده الكولكتور صح؟ طيب لكن في الحقيقه بقى هصنع الترانزستور ده ازاي؟ مش هصنعه كده يعني، مش هجيب مكعبات كده والزقها في بعض. تمام؟ بيتصنع ازاي في الحقيقه؟ بيتصنع برضه على السبستريت، نفس البي تايب سبستريت زي اللي كنا رسمنا في السلايد اللي فاتت للايه؟ للموس ترانزستور. خلاص؟ طيب بس ازاي بقى احط ال ان بي ان واعمل الشكل ده؟ باجي اقوم عامل ديفيوجن الاول كبير كده ان تايب، وبعد كده اقوم عامل جواه انذر ديفيوجن اصغر شويه بي تايب، وبعد كده اقوم عامل جواهم واحد بقى صغير ان بلس. خلاص؟ طيب فين بقى الترانزستور بتاعي؟ شايفين الحته دي؟ ادي ان، هنا بي، وادي ان، هو ده الترانزستور بتاعي. يعني لو عايز اكورليتد مع الشكل ده يعني اعلم عليها هنا، بص كانك بتبص على الحته دي، ادي ايه الترانزستور بتاعي اللي هو الشكل الاحمر ده. يبقى الان بي ان دول هم مين؟ هم الان بي ان دول. طب ازاي بقى اوصل للايميتر؟ الايميتر دايما كان بيبقى ان بلس مش كده؟ فازاي اوصل للايميتر؟ خلاص هعمل كونتاكت ويبقى ده الايميتر بتاعي على طول. طب ازاي اوصل للبيز اللي مزنوق في النص ده؟ ها مش الديفيوجن دي طالعه من هنا؟ خلاص يبقى كان الحته دي كوندكتور، بس كانها ريزيستيف باث صغير قوي بيوصلني من الانترنال بيز للاكسترنال بيز. فكان الموديل الحقيقي زي ما هنشوف بعد شويه هيبقى في حته ريزيستنس صغيره هنا عشان توصلني للاكتوال بيز بتاع الترانزستور. خلاص هنبقى نتكلم على البيز ريزيستنس دي الترم الجاي ان شاء الله لما نتكلم على النويز اناليسيس. طيب فيبقى ده البيز بتاعي اهو. طب الكولكتور اوصله ازاي؟ نفس الفكره، الكولكتور تحت هنا اللي هو ده، اطلع ازاي؟ كان الحته دي عباره عن ريزيستنس صغيره توصلني لحد مين؟ لحد الاكسترنال كولكتور. كان عندي انترنال كولكتور وايه؟ اكسترنال كولكتور، انترنال بيز وايه؟ اكسترنال بيز. بس تعالوا نهمل الريزيستورز دي دلوقتي مش مهمه. خلاص انا عايز اركز على الكاباسيتنسز دلوقتي. طيب تعالوا نفكر فيها كده، نبدا بالكولكتور. الكولكتور ده ايه علاقته بالسبستريت؟ ها مش في بي ان جانكشن هنا؟ ريفرس بايس ولا لا؟ ريفرس بايس صح ولا لا؟ طب يبقى عندك ريفرس بايس بي ان جانكشن، مش هيبقى في ديبليشن ريجن على طول هنا حوالين الكولكتور؟ يبقى في كاباسيتنس ولا لا؟ يبقى في كاباسيتنس، يبقى على طول عندك كاباسيتنس من الكولكتور للسبستريت، هنسميها سي كولكتور تو سبستريت. تمام؟ طيب يبقى دي اول كاباسيتور ظهر لي في الباي بولر. طب ايه تاني؟ تعال نبص كده، البيز والكولكتور، مش الاثنين دول لو انا بديزاين امبليفاير والامبليفاير ده شغال في الاكتف ريجن مش دي بي ان جانكشن ريفرس بايست؟ يبقى برضه هيبقى فيه هنا ايه؟ ها؟ هيبقى عندي برضه ايه؟ ديبليشن ريجن كاباسيتنس ما بين البيز والايه؟ والكولكتور. عاده بنسميها سي ميو، ده المصطلح الشائع للايه؟ للبيز تو كولكتور كاباسيتنس.
خلاص. نفس الكلام ينطبق على مين؟ على الإميتر مع البيز. مش دي برضو بي ان جنكشن؟ خلاص، هي الفرق بس انها فورورد مش كده، بس برضو ليها فاينايت كاباسيتنس، والكاباسيتنس دي الحقيقه مش بس بتمودل، هو ما فيش ديبليشن ريجن كبيره صح، هي الديبليشن ريجن صغيره جدا لانها فورورد، بس بتمودل الشارجز اللي ستورد فين في البيز، فبيمودل الكلام ده بان هو برضو يضيف كاباسيتنس ما بين ايه الايميتر للبيز، بنسميها سي باي. ليه بيسموها سي باي؟ لانها بتظهر ان باراليل مع مين؟ مع الار باي اللي هي بيز والايميتر. تمام؟ طيب فيبقى عندي ثلاثه كاباسيتنسز نتيجه الثلاثه بي ان ايه؟ بي ان جنكشنز بتوعي. طب يظهر الكلام ده ازاي في السمول سيجنال موديل بتاع الباي بولر؟ ها؟ نفس الموديل ار باي جي ام في باي والار نوت، الفرق بس ان انا هضيف من البيز للايميتر سي باي خلاص اللي هي باراليل مع ار باي، عشان كده ادي لها نفس الرمز يعني، وبعد كده سي ميو اللي هي ما بين الكولكتور للبيز، وبعد كده الثالث اللي هو مين؟ سي كولكتور تو سبستريت. تمام؟ فيبقى ده بقى السمول سيجنال موديل بتاعي للباي بولر ترانزستور. طبعا الدي جي امز والار بايز ار نودز هي هي ايه؟ ما اتغيرتش. تمام؟ طيب سؤال بقى، لما اجي ابص على الموديل ده، فاكرين كنا يمكن في اول محاضره كنا قلنا ان ساعات ما يبقاش في فروق كبيره بين الاناليسيز بتاع الموس والباي بولر امبليفايرز، كنا قلنا ان هم بيبقوا شبه بعض لو الار باي ايه؟ انفينيت صح؟ طب بس تعالى كده نفكر فيها، حتى لو الار باي مش انفينيت، لو انا بديزاين فيري هاي فريكونسي امبليفايرز بالظبط كده، الفكره ان الار باي بارلل مع مين؟ مع السي باي صح؟ فات فيري هاي فريكونسيز حتى لو الار باي دي مش انفينيت دخل معاها ان بارلل كاباستور ممكن يبقى كبير لو ترانزستور سايز بتاعك كبير. تمام؟ فهتلاقي ان الامبيدنس ما بين البيز والايميتر اللي بيتحكم فيها او الدوميننت فيها هو مين؟ هو السي باي ده، الكاباسيتنس ده اللي هو اخوه مين في الموس؟ السي جي اس. فعشان كده الاثنين قريبين من بعض. ليه؟ لان هنا في سي جي اس، هناك ايه؟ في الباي بولر في ار باي بارلل مع سي جي اس، بس لو ار باي يعني او لو انت هاي فريكونسي فالواحد على اس سي باي دي اصغر قوي من ايه؟ الار باي، فكان الار باي از نيجليجبل جنبه. فبتلاقي في الاخر ان الحل بتاع المسالتين بيقرب جدا من ايه؟ من بعض. تمام؟ طيب في اي اسئله في الجزئيه لحد دلوقتي؟ لو عرفت الديزاين ترانزستور ما فيهوش اي انترنال كاباسيتنسز خلاص، يبقى وما فيش عندك لود كاباسيتنسز، يبقى الجيم بتاعك هيفضل ثابت على طول مع الفريكونسي. بس عمر طبعا بيحصل كده في الحقيقه، المستحيل طبعا. ليه مستحيل؟ ليه؟ ده انت ابسط حاجه خد انت الامبليفاير بتاعك وافترض ان هو ترانزستور يعني زيرو كاباسيتنسز خلاص، عايز توصله لللود ريزيستنس مش كده؟ السلك ده اللي طاير اللي موصل لك الاوتبوت بتاع الامبليفاير لللود ريزيستنس، السلك ده ليه فاينايت كاباسيتنس. تمام؟ مش انتوا درستوا في الويفز لما يبقى عندك اي واير او سلندر بيبقى ليه كاباسيتنس ولا لا؟ فاي حاجه لازم اجيب لك كاباسيتنس. تمام؟ طيب معلومه بس اخيره قبل ما نسيب الجزئيه دي، الكاباسيتنسز دي احنا سميناها دلوقتي ايه؟ انترنال كاباسيتنس في الترانزستور مش كده؟ الاسم الشائع برضو ليها بارازيتك كاباسيتنس. بارازيتك ايه معنى بارازيتك؟ الترجمه بتاعتها حاجه طفيليه، يعني حاجه يعني جت انت مش عايزها. ليه؟ لانها بتاثر على البرفورمانس بتاعك زي ما هنشوف دلوقتي، بتليمت الباندويث على الامبليفايرز، وهي جت ليه؟ جت نتيجه عمليه الفابريكيشن او الطريقه اللي انت عملت بيها ديزاين للترانزستور عشان تعرف تصنعه فعلا. تمام؟ ظهرت لك الكاباسيتنسز دي جوه
الترانزستور. عشان كده بنسمي الترانزستور دي الايه البارازيتك كاباسيتنس بتاعه الترانزستور. طيب بص يعني طبعا ايه ممكن يزيد خلاص. احنا رسمين ايه يعني احنا رسمنا في البايبولر 3 بس وفي الماس 4 تمام، بس في الحقيقه ممكن يبقى في اكتر. بمعنى ايه احنا هنا خدنا تقريبا لا ما خدناش كل الكومبينيشنز خلاص، بس انت في الحقيقه لما بتيجي بقى توصل الوايرز للترانزستور خلاص، انت في الحقيقه عشان توصل للإميتر مش ده واير وده واير وده واير وهكذا، فالوايرز دي ممكن يبقى بينها وبين بعض كاباسيتنس صح. فممكن كمان بس احنا بنتكلم دلوقتي على الترانزستور بس من جوه، فممكن كمان تلاقي في الريل بقى سيركت في عندك من الكولكتور للإميتر كاباسيتنس، انت فاهم قصدي؟ وهكذا نفس الكلام في الماس. يعني الماس برضو لو رجعت له هنا احنا رسمنا ايه ما بين دال ده ودال ده وبعدين دول للجراوند، بس ممكن برضو في الريل وايرنج تلاقي ان الدرين والسورس لما ده بيطلع على واير وده بيطلع على واير ده وده ما بينهم برضو وما بين بعض كاباسيتنس، فتقدر تضيفها هنا سي درين فين درين تو سورس تمام. بس احنا بنتكلم على الايه على الثلاثة او الاربعة اللي بيجوا من جوه الترانزستور نفسه. طيب تعالوا نتكلم على ايه كونسبت كده بيساعدني قوي في الديزاين في الهاي فريكوانسي، حاجه بنسميها الترانزيت فريكوانسي او الاف تي، ده الاسم الشائع بتاعها للترانزستور سواء بقى للموس او البايبولر خلاص. طيب ايه الترانزيت فريكوانسي او الاف تي بتاعت الترانزستور؟ المصطلح الشائع اكتر الناس بتقولها الاف تي بتاعت الترانزستور. او افرض انا جيت قلت لك انا عايزك تعملي ديزاين لامبليفاير خلاص كومن سورس امبليفاير وعايزك تصنع الامبليفاير ده خلاص، وايه وتجيب لي الامبليفاير ده استعمله في منتج ما مثلا. طب انت لما تيجي تعمل ديزاين للامبليفاير ده السؤال بقى هروح اصنع الترانزستور ده فين؟ عند انهي مصنع؟ يعني ليتس سي في مصنع اكس ومصنع واي خلاص، وطبعا في فاوند من المصانع اللي بتصنع الترانزستورز بنسميها فاوندريز او فابز خلاص. هتختار التكنولوجي ازاي اللي انت هتصنع فيها ترانزستور، او هتختار المصنع اللي هيصنع ترانزستور ازاي، لان كل مصنع ممكن عنده كذا تكنولوجي برضو خلاص. فهتختار ازاي التكنولوجي بتاعت الترانزستور المناسبه للامبليفاير بتاعك؟ ده السؤال اللي عايزين نفكر فيه تمام. طيب فعشان تعرف تختار التكنولوجي المناسبه للترانزستور يبقى لازم يبقى فيه متريك او طريقه معينه اعرف اقارن بيها الترانزستورز ببعض، مش كده؟ اعرف اقول والله الترانزستور ده مثلا الجين بتاعه كويس، او الترانزستور ده الفريكونسي ريسبونس بتاعه كويس فده انسب من ده. فالناس عايزه تدور على متريك تعرف تقارن بيه تمام. رقم اقول لك والله التكنولوجي دي الرقم بتاعها كذا، التكنولوجي دي الرقم بتاعها كذا، فاعرف على طول انهي الانسب للايه للابلكيشن بتاعي او للدايره بتاعتي. ايه المتريك ده بقى؟ هو ده اللي اسمه الايه الاف تي خلاص. تعالوا نشوف بقى ليه الاف تي ده متريك مناسب ان انا اقارن بيها تكنولوجيز او فاوندريز او ايه او ترانزستورز. طيب فمبدئيا كده لحد دلوقتي ايه الحاجات المهمه للترانزستورز اللي احنا اتكلمنا عليها اللي انا محتاج اقارنها؟ من الحاجات المهمه اكيد الجين، اكيد كل ما تبقى الجين بتاع الترانزستور اعلى ده هيبقى حاجه احسن لان انا بديزاين امبليفاير مش كده. من الحاجات التانية الباندوث، كل ما الترانزستور هيديني باندوث اعلى برضه ده يبقى احسن، فانا عايز اجيب متريك يربط لي الاثنين مع بعض، هي دي الفكره كلها. طيب فقال لك طب تعالى نفكر كده، لو الترانزستور ده عندي هنفترض ان هو باي بولر خلاص، احنا زي ما اتفقنا في الكورس هنطبق على الماس والباي بولر الاثنين مع بعض خلاص، فاحنا ممكن نعمل في المحاضره واحده وتلاقي الثانيه ايه ابلايز على طول للثاني، فتعالوا نعملها على الباي بولر عشان يبقى ايه بنتمرن على ده وعلى ده. طب فلو قلت لك انا عايز حاجه تريبريزنت الجين بتاع الباي بولر هتقولي طيب عايز اريبريزنت الجين ازاي؟
هل ابقى ريبريزنت الفولتج جين بتاع الباي بولر؟ يعني هل احط لك باي بولر ترانزستور واقول لك والله الجين بتاعه هو في اوت على في ان، ولا فيبقى اسمه ايه؟ فولتج جين، صح؟ ولا ممكن اغير تعريف الجين واقول لك لا انا عايز اي ان على اي اوت، صح؟ ده ما ده جين برضو بس اسمه كارنت جين، مش كده؟ او ممكن اقول لك في اوت على اي ان، ده اسمه ايه؟ وحدته ايه؟ وحدته ريزيستنس، صح؟ فاسمه ترانس ريزيستنس جين، هنتكلم عليه اكتر الترم الجاي ان شاء الله. او ممكن اقول لك لا في ان اي اوت، يبقى ساعتها ايه؟ وحدته ايه؟ واحد على اوم، اللي هي ترانس كوندكتنس، فبنسميه ايه؟ ترانس كوندكتنس جين. ما دي جي ام بتاعت الترانزستور، صح؟ مش الجي ام بتاعت الترانزستور هي الاي اوت على الفي ان. طب ايه ده؟ يبقى انا كده بدات افكر ايه ده؟ يبقى انا لو قست اي اوت على في ان يبقى انا هجيب مين على طول؟ الجي ام. طب ما الجي ام دي انديكيشن كويس للجين ولا لا؟ الجي ام انديكيشن كويس للجين، فيبقى لوجيكلي كده يبقى انا ممكن ابدا افكر ان انا لما اجي احسب الاوتبوت احسن لي احسب في اوتبوت ولا اي اوتبوت؟ اي اوتبوت. ليه احسن لي احسب الاي اوتبوت؟ تعال نفكر كده، لو انا قلت لك احسب الفي اوتبوت، هي الفي اوتبوت هنا، انسى بقى الاي سي جراوند ده، لو انا قلت لك احسب الفي اوتبوت هنا، مش الترانزستور بيحول لي السمول سيجنال فولتج اللي داخله له السمول سيجنال كرنت؟ يبقى عشان احولها لفي اوتبوت لازم اضربها في مين؟ في زد لود. بس كده يبقى الجين بتاعي معتمد على مين؟ معتمد على الزد لود. انا مش عايز كده، انا عايز حاجه كاركترايز مين بس؟ ترانزستور لوحده من غير اي حاجه تانية في الدايره. فيبقى احسن لي ما ابصش على الفي اوتبوت، احسن لي ابص على مين؟ على الاي اوتبوت. يبقى كاني هعمل الايه النورتن ايكويفالنت كرنت بتاع الترانزستور، كاني اجيب الشورت سيركت اوتبوت كرنت عشان ما اعتمدش على مين؟ على اللود اللي واصل في الدايره. فيبقى دي اول ناحيه، يبقى من ناحيه الاوتبوت الافضل ان انا اقيس اي اوتبوت، خلاص. وطبعا عشان اجيب كل الاوتبوت اللي هيخرج من الترانزستور هقيسه كنورتن ايكويفالنت، فهجيب الشورت سيركت اوتبوت كرنت، فكاني بهمل الار او بتاع الترانزستور. ليه؟ لان لما اعمل شورت سيركت خلاص مفيش اي حاجه هتروح في الاوتبوت امبيدنس بتاع الترانزستور، وكل السمول سيجنال كرنت هيحصل له ايه؟ هيخرج لي في الشورت سيركت، صح كده؟ طيب فيبقى دي اول ناحيه. طب الناحيه الثانيه بقى اعملها في ان ولا اي ان؟ مبدئيا كده احنا لسه قايلين دلوقتي لو انا عملتها في ان يبقى العلاقه بينهم هي مين على طول؟ هي جي ام بس، يبقى ما جبتش الباندوث كده، يبقى كده جبت مين بس؟ الترانس كوندكتنس بتاعت الترانزستور اللي هي هتريبريزنت الجين بعد كده. فيبقى لا، يبقى احسن ما اعملهاش بدلاله مين؟ في ان. طب تعالوا نجرب نعملها بدلاله اي ان ونشوف هتجيب لي الباندوث ولا لا. تمام؟ فيبقى انا دلوقتي عايز اديفاين الجين بتاعي اللي هو مين؟ ان هو الكرنت جين بتاع الترانزستور اللي هو الشورت سيركت اوتبوت كرنت ديفايدد باي مين؟ باي الانبوت كرنت. طيب تعالوا بقى نبدا نحلها. طبعا نفس الكلام ينطبق في مين بالظبط؟ في الموس برضه، هتجيب الاي اوتبوت على الاي انبوت. بس السؤال بقى ايه ده؟ انا اول مره اشوف كرنت سورس يخش فين؟ على الجيت بتاع الترانزستور، ينفع الكلام ده؟ ها؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ها؟ لا، مين اللي قال بقى ان الجيت اوبن سيركت؟ تعال نرجع كده. الجيت اوبن سيركت ده الكلام ده كان زمان، صح؟ انا موصل هنا السورس على جراوند، فانا بقى الانبوت بتاع الترانزستور طبعا في الدي سي كلامك صح، في الفيري لو فريكوانسي الترانزستور از اوبن سيركت في الجيت، فما فيش اي كرنت دي سي ولا اي سي بيخش جوه الجيت، صح؟ لكن في الفيري هاي فريكوانسي كاباسيتنس دي بتبدا تظهر، فطبعا دي سي برضه ما فيش كرنت، ما فيش دي سي كرنت هيخش في الجيت، لكن اي سي كرنت هيبدا بقى يحصل له ايه؟ يمشي في الجيت. تمام؟ فيبقى عشان كده ممكن ابدا اقول دلوقتي ممكن يبقى في اي سي كرنت داخل في الجيت، هو داخل شايف اني امبيدنس؟ داخل شايف الانبوت كاباسيتنس اللي هي السي جي اس، فهيتضرب في السي جي اس يجنريت في جي اس. تمام؟ طيب فزي ما قلنا احنا ممكن نحل دي او دي، خلينا نحل الباي بولر لانها يمكن اصعب من الموس في المثال ده. طيب فهقول لك والله يبقى الاي اوتبوت ده على طول هو الجي ام في الفي انبوت، صح؟ بس الفي انبوت عايز اجيبها بدلاله مين؟ الاي انبوت. فكل اللي هعمله بس هرسم السمول سيجنال موديل، الاي انبوت ده هيخش يتضرب جوه مين في الباي بولر؟ ها؟ السي باي بارلل مع مين؟
مع ار باي صح، اللي هي السمول سيجنال موديل اللي كان لسه مرسوم في الايه في السلايد اللي فاتت. انا من البيز للايميتر شايف ار باي بارلل مع ايه مع سي باي تو جراوند، فيبقى الفي ان هي اي ان مضروبه في ار باي بارلل مع واحد على ايه اس سي باي. يبقى كل المطلوب بس اضرب الاثنين دول في بعض واقسمهم على بعض، يبقى جبت الاي اوتبوت خلاص، الاي ان دي طلعت بره هنا والجي ام اهي، وبعد كده ده بارل مع ده اداني ار باي على واحد زائد اس سي باي ار باي. تمام كده؟ يبقى انا كده جبت اكسبريشن لمين؟ اقسم بقى ده على اي انبوت، يبقى ده اكسبريشن بتاع مين؟ بتاع الكرنت جين بتاع الترانزستور. طب نبسطه شويه، جي ام ار باي ده عباره عن مين؟ ها؟ البيتا بتاعت الترانزستور صح؟ مش البيتا كانت عارفها، الار باي كانت عارفها ايه؟ بيتا على جي ام، فيبقى جي ام ار باي هي مين؟ هي البيتا بتاعت الترانزستور. فيبقى وصلت للشكل ده اللي الاكسبريشن ده للكرنت جين. طب تعالى بس نفكر كده الكلام ده منطقي ولا لا. يبقى لو جيت ارسم لك الكرنت جين فيرسس فريكوانسي، عايز ارسم بقى الفريكوانسي ريسبونس بتاع الترانزستور خلاص، ات فيري لو فريكوانسي الكرنت جين بكام؟ بيتا. طب ده منطقي ولا لا؟ ها ات فيري لو فريكوانسي ايه العلاقه بين الكوليكتور كرنت والبيس كرنت؟ ما هو بيتا على طول صح؟ مش انت دايما كنا حافظين كده ان اي كولكتور بيساوي بيتا اي بي؟ اهي مش هي دي؟ ما هو اي بي هو اي انبوت واي اوتبوت هو اي كولكتور. بس يبقى العلاقه دي فاليد فين بس؟ باللو فريكونسي. يبقى البيتا بتاعت زمان دي هي اللو فريكونسي بيتا بتاعت الترانزستور. عشان كده دكتور ساعات لما باجي اعمل فولتج بيقل والعكس صح؟ انهي فولتج؟ طب دي واحده خلينا نكمل بس الجزئيه دي خلاص. يبقى الكرنت جين بتاع الترانزستور اي اوتبوت على اي انبوت خلاص طلع لي ان هو لو انا ببص اتلو فريكوانسي هو البيتا خلاص. يبقى البيتا اللي فوق دي هي البيتا الدي سي او اتلو فريكوانسي، لكن لما بدات ادخل البارازيتكس او الهاي فريكوانسي كاباسيتنسز بتاعت الترانزستور طلع لي ان البيتا الحقيقيه بتاعت الترانزستور بيحصل لها ايه؟ بتقل مع الفريكوانسي اللي هي الكرنت جين بتاع الايه الترانزستور. طب لو جيت بقى ارسمها هنا فيرسس فريكوانسي هيبقى شكلها عامل ازاي؟ ها هيبقى ثابته اتلو فريكوانسي بتساوي بيتا لحد ما اوصل لمين؟ كاني برسم بقى البوت بلوت مش كده، لحد ما اوصل للبول فريكوانسي اللي هو واحد على ايه سي باي ار باي، يبدا يحصل لها ايه؟ تبدا تقل بسلوب كام؟ نيجاتيف 20 دي بي بير ديكيد، لحد ما تقاطع مين؟ الواي اكسس. الواي اكسس بتاعي هنا اللي هو الكرنت جين عنده يوصل لكام؟ ل 0 دي بي او يعني 1 يعني يونيتي كرنت جين او 0 دي بي. تمام؟ طيب النقطه دي بقى هي اللي مهمه قوي. ليه بقى؟ تعالى نفكر فيها كده. لو انا هستعمل الترانزستور ده انا عايز احصل منه على الكرنت جين، يبقى لازم استعمله فين؟ في اي حته لازم الكرنت جين يبقى ايه؟ على الاقل اعلى من الواحد، والا ما ينفعش استعمله عند اي فريكوانسي بيوند الفريكوانسي اللي الكرنت جين هيبدا يقل عن الايه؟ عن الواحد. فهي دي اللي انا بسميها ايه؟ اليونيتي جين فريكوانسي، هي دي الفريكوانسي اللي عندها الايه؟ الجين الكرنت جين بتاع الترانزستور هيبقى بواحد. فالاف تي دي ليها اسمين، ليها اسم الترانزيت فريكوانسي او اليونيتي جين فريكوانسي بتاعت الايه؟ الترانزستور. انهي جين؟ زي ما قلنا الكرنت جين. خلاص وهتوضح دلوقتي ليه، هتوضح دلوقتي ليه مهم ان احنا عرفناه كرنت جين، احنا لسه ما جاوبناش على السؤال ده. طيب ازاي بقى اجيب النقطه دي؟ مش انا مهتم بالنقطه دي دلوقتي اللي هي الجين هينزل عندها بواحد، اجيبها ازاي؟ اساوي ده بكام؟ اساوي ده بواحد. خلاص خد بس ماجنتيود الكلام ده وساويه بواحد. طب طبعا انت هنا ات فيري هاي فريكونسيز، بعد البول ولا لا؟ بعد البول، لان البيتا دي عادة هتبقى عالية في الترانزستورز الباي بولرز، البيتا ممكن تبقى مثلا ب 100 ب 200 ممكن اعلى من كده خلاص. فالرقم ده عالي جدا، فعقبال ما ينزل بسلوب ناقص 20 دي بي بير ديكيد الاف تي او الاوميجا تي يعني هتبقى اكبر من الايه؟ من الواحد على ار سي اللي هي البول فريكونسي. فساعتها ممكن اعمل ابروكسيميشن ات فيري هاي فريكونسي ان انا اهمل مين؟ الواحد ده واعوض بقى اساوي ده بواحد خلاص. يبقى المعادله بتاعتك تعال نكتبها هنا هتبقى ان ايه؟ ان بيتا
الاي اوت على الاي ان كماجنتيود هي مين؟ هي ماجنتيود بتاع بيتا على اوميجا سي باي ار باي، صح كده؟ فانا بس اهملت الواحد وعوضت عن ايه؟ اس بتساوي جي اوميجا، خلاص يعني جذر الريال تربيع زي الايماجن تربيع، واهملت الواحد. تمام؟ هساوي الكلام ده بكام؟ هساوي الكلام ده ب 1 الماجنتيود. هحل المعادله دي واجيب مين؟ الاوميجا دي بتساوي مين؟ الاوميجا تي. فحل بس المعادله دي هتلاقي ايه؟ الاوميجا تي بتطلع بكام؟ هيطلع لك الاوميجا تي طبعا ار باي بيتا على ار باي اللي هي مين؟ ها؟ بيتا على ار باي اللي هي جي ام. فلما تيجي تحل المعادله دي هيطلع لك ان الاوميجا تي بتساوي ايه؟ بتساوي جي ام على سي باي. طلع اكسبريشن فيري سمبل. تمام؟ يبقى طلع لي ان الاوميجا تي اللي هي اليونيتي جين فريكونسي او ترانزيت فريكونسي اللي هي طبعا بالراديانس بير سكند اللي هي 2 باي اف تي يعني بتساوي جي ام على ايه؟ سي باي. تمام؟ طب ايه بقى اهميه اليونيتي جين فريكونسي؟ تعالى بقى بص على المعادله دي دلوقتي نفكر فيها. يبقى انا لو قلت لك انت عندك ترانزستور ده من مصنع وترانزستور تاني من مصنع تاني، الترانزستور ده الاف تي بتاعته بتساوي كذا رقم معين، ده فريكونسي. تعالى نتكلم بقى الاف تي مش الاوميجا تي. لو قلت لك مثلا الترانزستور ده الاف تي بتاعته 100 جيجا هرتز وترانزستور تاني الاف تي بتاعته 200 جيجا هرتز، يبقى ايه الفرق بينهم؟ يبقى اللي الاف تي بتاعته اعلى بيديك جين اعلى فور ذا سيم كاباسيتنس. يعني لو افترضت ان الكاباسيتنس بتاعتهم واحده التو ترانزستورز اللي انا بقارنهم ببعض، يبقى اللي الاف تي بتاعته اعلى يبقى الجين بتاعه اعلى، صح؟ او less capacitance for the same ايه؟ for the same gain، صح؟ او الاثنين مع بعض more gain وless ايه؟ وless capacitance. فعشان كده هي مترك مفيد جدا ربط الاثنين ببعض. لقيت ان انت كل ما الاف تي بتعلى يبقى كان الجين زاد والكاباسيتنس ايه؟ والكاباسيتنس قلت. تمام؟ فعشان كده زي ما قلنا دي بتبقى ميجر كويس للايه؟ للسبيد بتاع الديفايس والجين طبعا بتاعه. والمودرن تكنولوجيز سواء بقى باي بولر او سي موس تكنولوجيز ممكن الاف تي بتاعتها توصل ل 200 جيجا هرتز، وممكن اكشلي اعلى ال 28 نانومتر الاف تي بتاعتها ممكن توصل 400 جيجا هرتز. تمام؟ فدي بتساعدك انك تختار الترانزستور المناسب. نفس الاناليسيس ده لو عملته على الموس بدل ما هيطلع جي ام على سي باي هيطلع لك جي ام على ايه؟ على سي جي اس. خلاص؟ في حاجه بس احنا اهملناها في الاناليسيس هنا، انتوا بتجربوا تعملوها في البيت، ايه هي؟ لما جيت احسب الانبوت امبيدنس عشان اجيب الفي ان انا ضربتها في مين؟ ار باي بارلل مع سي باي، صح ولا لا؟ بس انا لو رجعت بس لحظه كده معاك للسلايد اللي فاتت، الموديل بتاع الباي بولر عامل ازاي؟ الانبوت كارنت كان داخل هنا، انا ضربته في ار باي سي باي لان دي وصل على الجراوند، صح؟ الكوليكتور ده كان وصل على ايه؟ كان وصل على جراوند لان انا كنت بجيب الشورت سيركت اوتبوت كارنت. فكان المفروض السي باي دي تترسم ازاي؟ تنزل بارلل مع السي باي، مع سوري السي ميو تنزل بارلل مع مين؟ مع السي باي. فيبقى اللي كان المفروض يحصل في المعادلات، لو انا بقى مش عايز اهمل السي ميو انا اهملتها بس في السلايد اللي فاتت، لكن الاكسبريشن المظبوط هيطلع لك ايه بقى لو رجعت عملتها صح؟ هيطلع لك جي ام على سي باي زائد سي ميو، وهنا جي ام على سي جي اس زائد ايه؟ سي جي دي. تمام؟ فهو ده فعلا الاكسبريشن المظبوط، فكانها كمان جمعت لك التوتال ايه؟ كاباسيتنسز اللي في الترانزستور بتاعك، فعشان كده هي فعلا مترك مهم جدا. المحاضرة خلصت بسرعة كده؟ طيب ماشي، خلينا نقف هنا ونكمل الأسبوع. بالنسبة بس للثلاثة الجاي معلش احنا هنضم بس المحاضرة مع محاضرة الويفز. فيعني الثلاثة الجاي دكتور محمد هيديكم محاضرة الويفز مجموعتين مع بعض الثلاثة الأولى. وأنا إن شاء الله هديكم الثلاثة اللي بعده المحاضرة مجموعتين مع بعض. تمام؟ يعني هيبقى عندنا محاضرة واحدة بس الثلاثة الجاي ويفز، والثلاثة اللي بعده محاضرة واحدة بس إلكترونكس. اللي هي الأولى يعني، خلاص؟ في 8310. تمام؟ تمام، شكرا يا عم.